وصلت المولدات التي ستوفر 50 ميجا وات لكهرباء عدن، لكن تركيبها سيستغرق حوالي نصف شهر، فيما تتفاقم معاناة الناس بازدياد ساعات الانطفاء إلى 15 ساعة خلال اليوم. أربع ساعات طافي، ساعتين لاصي، وعلى حسب والله رغبتهم مزاجهم. دفعة أولى من المولدات يتم تركيبها في محطة حجيف بالمعلى. العمال والمهندسون يبذلون جهودا، فيما مدير الكهرباء الجديد يواصل شرح الوضع الرث لمحطات التوليد وشبكات الكهرباء في المحافظة. لعدم عمل محطات استراتيجية تواكب زيادة الأحمال المرتفع في عدن نتيجة للهجرة الداخلية، فهذا سبب جميعه في أن القدرات الموجودة للمحطات التي أساسا هي قديمة. يعني المولدات الجديدة لن تخفض من ساعات الانطفاء سوى 5 ساعات في اليوم. إذا كان الوضع مستقر بالنسبة للعسوة المنصورة المحطات المأجر وتوفير الوقود، إن شاء الله قلت يعني العجز 3 ساعات إن شاء الله تنقص إلى ساعتين، مع زيادة يمكن نص ساعة إلى ساعة في فترة التشغيل. فيما تظل المخاوف من تعطل المعدات والأجهزة القديمة، كذلك أزمات الوقود التي تتراوح من حين إلى آخر. هنا في محطة حجيف وبعد ساعات سيتم التشغيل التجريبي 20% من 50 ميجا التي ستوفرها المولدات الجديدة، لكن أزمة الكهرباء في عدن ستظل قائمة، إذ تحتاج المنظومة الكهربائية لأكثر من 200 ميجا لتنهي معاناة الناس بشكل كامل. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.